السلام عليكم، احنا اخوات. لو عجبتكم قصتنا ما تنسوش تضغطوا لايك. وفي يوم جديد بتشرق في الشمس على بنوتين من اجمل واطيب القلوب اللي ممكن تقابلوها. اعملي حسابك، هعزمك النهارده باذن الله بعد الكليه. خلاص موافقه، بس بشرط. قولي يا ستي، الجمعه اللي جايه باذن الله نتغدى مع بعض من ايد ست الكل. يا رب عليك عيله، ما اعملش حاجه الا وتحب تردها لي. انتي قلبي يا لولو. لمياء بحب، ده انتي اللي قلبي يا قمر. بجد من غيرك ما كنتش عارفه هعمل ايه. انا ما عنديش اخوات بنات، بس ربنا عز وجل رزقني بيكي، احلى اخت في الدنيا دي كلها. خلاص بقى لحسن اعيط، وبصي بقى قدامك يا استاذه عشان انتي لسه متعلمه فيها السواقه جديد. يا بنتي، ده انا مختاره الشارع ده مخصوص عشان ما فيهوش عربيات بتعدي غير في النادر جدا. يا سلام يا ست لمية، اما العربية اللي ماشية ورانا دي وبتجري كده ايه؟ تهيؤات. لمية بقلق لنفسها، غريبة قوي، ده الطريق ده بالذات قال لي تيم عليه انه فاضي، عشان كده سمح لي امشي فيه واتدرب فيه على السواقة. قمر بقلق هي كمان لنفسها، غريبة قوي الطريقة اللي بتجري بيها العربية دي، وكأنها عاوزة تخبط فينا. وبالفعل لسه ما كملتش كلامها مع نفسها، خلي بالك يا لميا. فلاش باك قبل الحادثة بسنتين، لميا بحزن. في ايه يا ياسر؟ كل لما اكلمك تكنسل عليا وما تعبرنيش. مالك متغير من ناحيتي كده ليه؟ عادي يعني، مفيش حاجة. لا في، ده انت الاول كنت ما بتصدق اكلمك واتصل بيك، ولما اتأخر عليك الاقيك انت اللي بترن وتطمن عليا وتقول لي انت فين، وخلي بالك من نفسك وما تتأخريش. فين كل ده؟ انتي مش هتفتحي لي تحقيق. اتصل ما اتصلش انا حر. لا مش حر يا ياسر، مش بعد كل اللي ما بينا تقولي الكلام ده. انتي اتجننتي؟ هو ايه اللي ما بينا؟ فين وعدك ليا انك عمرك ما هتتخلى عني؟ واخر المشوار ده هيكون بتساعدني اتجمع فيه بس، وحقيقي وقدام الناس في العلن. وبعدين ايه اللي يثبت اني قلتلك حاجة زي كده؟ ها؟ اللي يثبت عقد الزواج العرفي اللي كتبناه مع بعض يا ياسر. ياسر بضحكة شر، عقد ايه؟ هو فين وده؟ انا عمري ما سيبه، وانت عارف كده كويس، معايا في كل مكان مطرح ما اروح. ياسر بطريقة، طب طلعيه كده الله يكرمك، لحسن ذاكرتي ضعيفة شبه السمكة. فتشت لمية في شنطتها، بس ما لقيتش عقد الزواج العرفي اللي كانوا كاتبينه. لمية بخوف، انا مش لاقياه، مش عارفه راح فين. ياسر بضحكة شر، ذهب مع الريح. بصي بقى يا شاطره، انا ولا اعرفك ولا انت تعرفيني، واعتبر اللي ما بيننا ده كان حلم، قصدي كابوس، وصحيتي من النوم. وسابها ومشى وهي في حاله مش طبيعيه. لا، اللي بيحصل ده اكيد مش حقيقي، مش حقيقي. وطلعت تجري ووقفت قدام البحر وقالت، انا خلاص دهت ومبقاش ليا عيش في الحياة دي تاني. وفي ثواني نطت في البحر. وفي نفس المكان ده كان في بنوتة واقفة مغمضة عينيها وهي بتشم وبتستمتع بجمال البحر، بس فتحت بصدمة لما سمعت صوت صرخة. نطت في البحر وراها عشان تنقذها وخرجتها منه، بس ما كانش فيه اي استجابة منها ولا حركة. لا حول ولا قوة الا بالله، فوقي فوقي. وحاولت تعمل لها شوية اسعافات اولية، وبعد محاولات اخيرا فاقت. الحمد لله يا رب، الحمد لله. انت كويسة؟ انا تعبانة قوي، انا عاوزة اخويا. واغمى عليها مرة تانية واتنقلت للمستشفى. وفي المستشفى، هو ايه اللي حصل يا دكتور؟ للأسف دي محاولة انتحار. تيم بصدمة، انتحار؟ انا عاوزك تكون هادي معاها، لان عندها انهيار عصبي واي ضغط هيأثر عليها سلبا. وجوه اوضة لمية في المستشفى، الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، انا اتخضيت عليك اوي. لمية بدهشة، انت مين وتعرفيني منين عشان تخافي عليا كده؟ ده حتى اللي كنت فاكراه كل حياتي سابني وبعني. حست قمر
إن لميا بتتكلم عن شاب دخل حياتها وهو كان السبب في محاولة انتحارها. سيبك من اللي فات يا حبيبتي، خليكي في اللي جاي، والحمد لله ربنا كتب لك عمر جديد، وإن شاء الله يكون حب من ربنا عز وجل ليكي. لميا ببكاء، حب من ربنا؟ إزاي؟ ده أنا كنت هغضبه وأموت نفسي، وقبل ما أموت عملت حاجة غلط ومشيت مع شاب واتجوزت عرفي من ورا أخويا الكبير. وفي نفس توقيت كلامها ده الأخير بالذات دخل أخوها اللي سمع كل كلمة قالتها بوضوح، وقال لها انطقي، ايه اللي حصل؟ ضغط على رقبتها بكل قوة لدرجة انها ما بقتش عارفة تتكلم، ووصلت لدرجة الاختناق. استجمعت قمر كل قوتها وزق تايم عنها، حرام عليك هتموتها. مسك تايم رقبة قمر بعنف وضغط عليها بشدة وغضب، مش انت اللي كنت معاها؟ انت كمان، فين الواد ده؟ قامت لميا بكل تعب وحاولت تنقذ قمر، ومسكت اخوها وقالت له سيبها يا ابي، هي ما تعرفش اي حاجه ومالها الذنب، من فضلك سيبها. وما كملتش كلامها واغمى عليها في الحال، وكل ده تحت نظرات زوجته اللي كانت بتبص بكل فرحة وشماتة ليهم. وبعد نص ساعة، أنا قلت لك يا تايم بيه بلاش أي انفعال عليها، على العموم أنا عطيتها مهدئ دلوقتي، ولما تصحى ياريت تتعامل معاها بحنية أكتر. مش كده، والدك الله يرحمه كان صاحبي، وأنا في مقام والدك برضه، ونصحتي ليك تاخد أختك في حضنك بدل ما تضيع منك للأبد. سكت تايم بألم لأنه حس إن شدته زيادة معاها هي السبب في اللي وصلت ليه دلوقتي، وافتكر وصية بابا ومامته لما استرجع بذاكرته لما كان عنده 14 سنة. مالك سرحان في يا مراد؟ مش عارف يا رحمة، حاسس بخنقة كده جيالي. خير إن شاء الله ما تقلقش، وروح صلي ركعتين وادعي ربنا عز وجل فيهم، وهتلاقي ربنا ريح قلبك. أمين يا رحمة. راح الأب وصلى ركعتين ورفع ايده بالدعاء، يا رب احفظ اولادي، ماليش غيرهم في الدنيا ديت. انا عارف كويس ان الدنيا دار بلاء، بس لو وقعوا فيه يا رب خرجهم منها، خرجهم منها سالمين، واحفظهم من اي شر وسوء، وقرب منهم احب الناس ليك، وابعد عنهم شرها. يا رب استودعك اولادي في حفظك، سواء انا كنت معاهم ولا مش معاهم مش هتفرق، طالما هم في حمايتك يا رب العالمين. ها حاسس بيه دلوقتي؟ الحمد لله احسن بكتير. واثناء كلامهم دخل تيم اللي عنده 14 سنه. سلام عليكم، ازيك يا بابا؟ ازيك يا ماما؟ وعليكم السلام، الحمد لله يا حبيبي، تعال عشان عاوزك في حاجه. طيب هقوم اسيبكم دلوقتي عشان اعمل شويه حاجات. نعم يا بابا، انا ومامتك باذن الله مسافرين شويه اسبوع كده عند عمك، عشان تعبان شويه. مش هوصيك على اختك يا حبيبي، حطها في عينيك واعتبرها بنتك مش اختك يا تيم. تيم بقى لا، حاضر يا بابا، بس ما انت على طول بتسافر، مش معنى المره دي بتقولي الكلام ده. سكت الاب وقال في نفسه مش عارف يا ابني، قلبي وجعني عليكم، وفي نفس الوقت حاسس براحة مش عارف ايه سببها. وفاق من شروطه مع صوت ابنه، ها يا بابا ما قلتليش ايه السبب. اصل تيم تعالى عاوزاك، روح يا حبيبي شوف مامتك. حاضر يا بابا. وبالفعل وهما مسافرين عملوا حادثة واتقلبت بهم العربية وماتوا في الطريق. رجع من ذكرياته وقعد يقول لنفسه انا فعلا السبب في اللي اختي وصلت له دلوقتي، بس كنت فاكر ان شدتي ديت هي اللي هتجيب معاها نتيجة، في الاخر انا اللي ضيعتها وكانت هتموت. تيم ما تسيبنيش يا تيم، انا هنا يا حبيبتي جنبك. لم يبخضه، انا اسفة اسفة يا بي، مش هعمل كده تاني. اهدي يا حبيبتي واحكي لي كل حاجة. لا انا خايفة، لو عرفت هتقتلني وتأذيني. تيم لنفسه للدرجة ديت خايفة مني؟ ما تقلقيش يا حبيبتي،
أوعدك إني مهما قلتي مش هعنفك ولا أقولك حاجة. بجد يا أبي؟ بجد يا حبيبتي. حست لمي بالراحة وحكيت له كل حاجة حصلت مع الشاب اللي اسمه ياسر، ودي كانت أول مرة تفضفض لي وتحكي له بعد موت أبوهم وأمهم. أما هو كان في حالة من الذهول إن أخته عملت كل ده ومن وراه ومن غير ما يحس ولا يشعر بأي شيء بسبب عدم اهتمامه بيها وشعوره بالذنب إن هو اللي جنى عليها. قرب منها تايم بس خافت ورجعت لورا، ومع خوفها ضم أخته الحضن أكتر وقال لها ما تخافيش يا حبيبتي أنا معاكي دلوقتي ومش هسيبك أبدا. لم يبكى سامحني يا أبي أنا عملت ده وأخطأت في حقك وحق كل اللي حواليا، والأكبر إن أخطأت في حق ربنا عز وجل. مسامحك يا حبيبتي بس مش هسيبلك حقك أبدا. هتعمل إيه؟ قريب هتعرفي. وفي خلال 24 ساعة كان رجال التيم عند ياسر في شقته ونزلوا فيه ضرب لحد ما عدموا العافية. هو ما اكتفاش بكده، ضرب رصاصة في ركبته بالظبط وقال له دي بالذات ضربتها لك في رجلك هتسبب لك عجز مدى الحياة عشان تفتكر كويس تلعب مع بنات الناس ازاي. باك للوقت اللي احنا فيه دلوقتي. الو تايم بيه معايا؟ ايوه انا تايم. خير؟ اخت حضرتك عملت حادثة هي وبنت معاها. تايم بصدمة ايه؟ وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة. اتمنى تكون عجبتكم. انتظروا بقى الجزء التاني ان شاء الله من القصة القصيرة ديت، ويا ترى اللي هيعرف تايم على قمر وازاي هيتجوزه ده ان شاء الله اللي هنعرفه الحلقة الجاية. ما تنسوش يا احلى اخوات لو عجبتكم قصتنا تضغطوا لايك، وبرضو استنونا ان شاء الله في الملتزمة ورجل الاعمال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم احلى اخوات، لو عجبتكم قصتنا ما تنسوش تضغطوا لايك. باك للوقت اللي احنا فيه دلوقتي. الو تايم بيه معايا؟ ايوه انا تايم. خير؟ اخت حضرتك عملت حادثة هي وبنت معاها. تايم بصدمة ايه؟ جرى تايم على اخته اللي لقاها قاعدة تبكي على باب غرفة العمليات. الحمد لله انت بخير يا حبيبتي، فيكي حاجة؟ ما قدرتش لمية تتكلم وفضلت تبكي. ردي عليها عشان خاطري، طمنيني انك كويسة. قمر قمر يا ابي. مالها قمر؟ قمر رمت نفسها عليا عشان تنقذني، وهي دلوقتي اللي في العمليات ما بين الحياة والموت. تايم بصدمة ايه؟ ان شاء الله تقوم بالسلامة وتكون انت وهي بخير. لا انا مش بخير يا ابي، عمر ما هبقى بخير طول ما قمر كده عشان خاطر، طمني عليها. طيب قومي، ما ينفعش عادتك دي بالشكل ده عشان ما تتعبيش. مش قادر مش قادر عشان خاطر سيبنا اكون جنبها عشان اطمن عليها. ابوس ايدك يا ابتي. وتمر 8 ساعات بحالها ولميا مش بتسيب مكانها من جنب غرفة العمليات، وما بتتحركش غير للصلاة والدعاء. والساعة 3 الفجر بتخرج قمر من اوضة العمليات عشان خاطر يا بيه. دخلنا بص عليها بصة واحدة بس. ما ينفعش يا حبيبتي، دي لسه خارجة من العمليات. أبوس إيدك، بصة واحدة بس تطمن عليها. حاضر هحاول، بس توعديني إنك تاكلي لقمة بعد ما تشوفيها. حاضر بس أشوفها. دخلت تايم للدكتور وقال له أنا عارف كويس إنه ممنوع، بس أختي هتدخل تشوفها بسرعة لحسن من كتر خضتها عليها ممكن هي اللي تموت. هو المفروض ما عملش كده يا تايم بيه، بس هخلي حضرتك استثناء. متشكر جدا ليك يا دكتور. هو كمل كلام الدكتور باستعجاب. هي البنت جي تقرب لحضرتك بحاجة؟ لا دي صاحبة اختي. عجيب قوي، البنت جي نجت من الموت بأعجوبة. انا مش عارف اصلا ازاي لسه عايشة لغاية دلوقتي، وازاي اصلا العملية نجحت. ده كأن في حاجة حفظتها، والاعجب من كده انها طول العملية
رغم إنها واخدة بنجي يهد حصان، لسانها بيتحرك بالذكر والصلاة على النبي، وبتقرأ كمان قرآن، ودايما كان بيتكرر على لسانها كلمة يا رب. تيم لنفسه، أنا مش مستغرب إن ده يبقى حال أمر، لأن وفاء لنفسه قال استغفر الله العظيم يا رب، إيه اللي بفكر فيه بس ده؟ قطع الدكتور سرحانه وقال له بس في حاجة لازم تعرفها. خير يا دكتور؟ البنت كان عندها نزيف داخلي ولحقناه الحمد لله وما فيش كسور، بس ايه يا دكتور؟ من فضلك كمل. البنت وشها اتشوه، واحتمال كبير الاصابات دي ما تروحش. تيم بصدمة، ايه ده؟ لو لم يعرفت بالامر ده انا مش عارف ممكن يحصل لها ايه. من فضلك يا دكتور لو حاولت تدخل ليها منحة، هي حاليا وشها كله متغطي ومش هتشوفها، لكن هعمل كده لما تفك اللي على وشها بإذن الله. وبعد شوية بيدخل تيم الأوضة وبيقف بعيد عن قمر، أما لميا بتقرب منها وبس بتقف وبتتسمر لما تشوف الحاجات دي على وشها. هي ليه الحاجات دي على وشها يا أبي؟ سكت تيم وهو بيحاول ما يظهرش أي ردة فعل. أصلي يا حبيبتي ده طبيعي، يعني إن الجسم بيتلف عليه حاجات بعد الإصابات حتى لو كانت خفيفة. ماشي يا أبي. قربت منها وهي بتبكي وقالت لها سامحيني حبيبتي، سامحيني، انت على طول واقفة جنبي، بس دلوقتي يوم ما احب اردها لك وارد وقفتك معايا مش قادر اعمل لك اي حاجة. بكت ايام على بكاء اخته وتأثر بكلامها، وبعد كذا يوم بتفوق فيهم قمر، ولميا كانت قاعدة ونايمة بره اوضتها مش بتفارقها ابدا وما تعرفش عنها اي اخبار زي ما تيم امر الدكتور، بس بتصحى بخضة على صوت صريخ والدتها. في ايه يا طنط؟ امر مالها؟ امر اتشوهت يا لميا، اتشوهت. بتدخل لميا بس بتوقفها الممرضة، ممنوع حضرتك تدخلي. ما فيش حاجة اسمها ممنوع، عاوز اشوفها حالا. وبتضطر ان هي تزقها بقوة وبتدخل، بس بتقف بصدمة وبزول قدامها وهي بتاخد نفسها بصعوبة. أنا اللي عملت فيكي كده، أنا اللي شوهتك بالشكل ده، صح يا قمر؟ لا يا حبيبتي انتي. ولسه ما كملتش كلامها وأغمى عليها في الحال. وبعد يومين عشان خاطري كلي حتى لقمة واحدة، بقالك يومين ما حطيتيش حاجة في بطنك. ولميا مش بترد بأي كلمة. قولي أي حاجة، هنفذ لك أي طلب أنت عاوزاه أيا كان، بس أسمع صوتك وأشوف ضحكتك تاني. برضو ما ردتش، غمض عينيه بحزن ودموع لما ما لقاش ردة فعل منها، بس اتفاجئ لما اتكلمت وقالت له تتجوز قمر يا أبي. وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى يا أحلى أخوات، إن شاء الله معدنا مع القصة الجديدة الملتزمة ورجل الأعمال الأسبوع الجاي إن شاء الله. هنخلص لكم بس القصة ديت عشان قصيرة، وبعد كده هننزلها لكم. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.